صباحكم الخير. اليوم الخميس 8 شباط فبراير. اليوم القمر مرافقنا من برج العقرب لليوم الثالث على التوالي، لكن فقط حتى الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، بينتقل بعدها لبرج القوس وبيبقى يومين. الأجواء اليوم إذا تقريبا فينا نقول مقسومين لقسمين، بما أنه في أشخاص كتير عم يسمعونا في القارة الأمريكية، وبالتالي بس ما فيقوا من النوم رح بيكون القمر عندهم صار موجود ببرج القوس. فخلونا اليوم نهار نقسمه إلى قسمين، لما القمر بيكون ببرج العقرب للساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت، و لما القمر بيدخل لبرج القوس. كيف رح بتكون الابراج؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل، الاجواء رح بتصير الطف واهدى واجمل، وبتفرحك اكثر، مشرقه اكثر، وبتخليك تضوي اكثر، بس لما القمر يصير ببرج صديق لك ببرج القوس. فاعمل حساباتك، الامور المعقده الصعبه المكركبه اللي ما عم تزبط، اللي مشغلتك ليل نهار ولاحق تليفونات فلان وفليتين، على الارجح بعد الظهر او بكره وبعد بكره بتنحل. تبقى المواليد الاكثر حظا 27 28 اذار مارس، اما الاكثر تعبا نسبيا 15 16 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لك مولود برج الثور، اكيد رح ترتاح، اكيد هالغيمه هالعاصفه الفلكيه الموجوده صار لها يومين واليوم ايضا موجوده رح تختفي، او انت رح تطلع منها ابتداء من الساعه 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، بس لما القمر يوصل على برج القوس بترتاح تنبسط، وبتحس انه خي راح الحمل الثقيل. الاجواء رح بتصير مناسبه لك، رح بتخليك تكون واعي هادي عقلاني، عم تفكر بموضوعية أكثر، فكون حذر من هلأ الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت. والأكثر تعبا بعده مولود 6 7 و 8 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء ما بيناسبك تأجل، لأنه بس لما القمر يوصل لبرج القوس بعد الظهر بدك تبلش تحس أنه في شيء كان ظابط وبطل عم يزبط. فمعك من هلا للاربعه بعد ظهر توقيت بيروت امور لا باس بها، منا ممتازه، منا انه ميسره 100%، لكن على الاقل ما في عقبه بدربك، ما في باب بيتسكر فجاه بوجهك. الاجواء نوعا ما بتقول لك اشتغل من كل قلبك، اشتغل مظبوط بشكل انه ما تترك ذيول لليومين المقبلين او لساعات هيدا النهار لما القمر بيكون موجود ببرج القوس. الاكثر انفعالا 27 ل 31 ايار مايو. بكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان صار لك يومين مرتاح على وضعك، صار لك يومين مندفع، صار لك يومين معرض كتافك، ومعك حق كان الجو ممتاز وبعده ممتاز، بعده من هلا لساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت، الجو عند مولود برج السرطان مريح، بيحمل أخبار حلوة، بيحمل تسويات على ذوقك، بيحمل نجاح بشغلك، الاتصالات اللي بتقوم فيها، هالتواصل مع الآخرين مثمر جدا ولازم تبني عليه شيء للمستقبل. الجو يتغير ابتداء من الأربعاء بعد ظهر توقيت بيروت، لحظة وصول القمر لبرج القوس، هون بيبدأ عند مولود برج السرطان الشغل، التعب والاجتهاد، لكن من كل قلبك. تبقى المواليد الاكثر عرضه للعقبات 27 ل 29 حزيران يونيو. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد بعد الظهر توقيت بيروت يعني الصبح بالقاره الامريكيه، مولود برج الاسد بيرتاح بينبسط وبيحس حاله انه خي بلشت الامور عنده تزبط. هلا ليش او كيف بتزبط؟ بتزبط يمكن بيوصل لك مسج انه انحلت الشغله الفلانيه، بيوصل لك اتصال انه ايه ماشي الحال، مشينا القصه، الامور العالقه فجاه بتحسها انه ماشي، اهلك عائلتك الامور مكركبه بتحسها انه قلعت انطلقت وتيسرت. الاجواء بتصير حلوه عند مولود برج الاسد ابتداء من الاربعاء بعد ظهر توقيت بيروت. والاكثر حظا عشيه رح بيكون مولود تموز جولاي، بالاضافه 14 16 ل 16 اب اغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، مولود برج العذراء انت من الاشخاص من الابراج الخجول شوي، ويمكن منك خجول لكن تاخد وقتك، ما كتير بتحكي بسرعة، بتفضل تفكر مرة ومرتين، وبتفكر انه ما تقول الامور، لكن بس لما تقولها لهالامور تطلع منك بطريقة دبشة، بطريقة تقيلة. اليوم مولود برج العذراء عندك القدرة لحتى تتواصل مع الاخرين،
هلا الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت. نصيحة، وصل الفكرة بطريقة مرتبة. ليه؟ لأنه بعد الظهر وبكرة وبعد بكرة بدها تصير الأجواء شوي مختلفة، ما عاد في ناس رح تتفهم الأسلوب اللي أنت بتوصل الكلمة فيه أو الفكرة، ومعقولة يلوموك أو يطالبوك بتوضيح لهالقصة. احتمال بعد الظهر ايضا انه مولود بشرى العذراء بيصير في عنده نوع من كثره شغل، كثره اعباء، تشورز شخصيه عائليه منزليه، فحضر حالك لاشغال عديده ومتنوعه ليله وبكره. الاكثر تعبا رح بتكون 5 و6 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اليوم قبل الظهر، الظهر، بعد الظهر، المساء، مغيب الشمس، بعد مغيب الشمس، بلبنان، بامريكا، وين ما كنت، جو ممتاز وبكرة أيضا. وبالتالي فينا نقول مولود برج الميزان أنت من تنتمي لمجموعة الأبراج اللي حظها كتير حلو، ما بتفرق معك وين ما كان القمر، حتى يمكن وقت اللي بينتقل القمر بعد الظهر لبرج القوس رح تحس حالك أنك منور وأنك مضوى وأنك قادر تحكي بأمور كنت مفكرها صعبة وأنه الناس ما راح تهتم لها. الأجواء ممتازة اليوم عند مولود برج الميزان، والأكثر حظا هي مواليد 18 19 20 و 21 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب كل هيدا النهار بعتبره جيد وحلو، لكن طبعا بس لما القمر بيكون ببرجنا هو الوقت الافضل لنا لانه بيكون مركز الحظ علينا. فمن هلا الساعة 4 بعد ظهر بتوقيت بيروت الجو ممتاز لمولود برج العقرب لانه القمر ببرجك. بعد الساعة 4 بعد الظهر بينتقل لبرج القوس اللي هو المصاري بالنسبة لك، الامتحانات، وهالجو بجر لبكره وبعد بكره. ولانه الشمس موجوده ببرج الدلو معناتها الامور شخصيه، تاخذ منحى شخصي او عائلي، تصليحات منزليه، العائله بدها مصاريف، اشتري هالشي، بيع هالشي، في بعض القصص يلي نوعا ما بتخلي مولود برج العقرب يكون شوي متحفظ. بجميع الاحوال من هلا الساعه 4 ممتاز، الاكثر حظا رح بتكون 13 14 و15 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس لك يومين عايش بمرحلة ضياع، بمرحلة انزعاج، استياء، وبتلوم الحظ والناس وحظك ليش مش ماشي ومش ظابط وما في شيء ظابط. ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت رح بتغير هالنغمة، هالغنية هذه رح بتشيلها ورح تحس انه اوف برم دولاب الحظ وصار عندك. لحق ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت مولود برج القوس بده يولعها. صار له يومين غفيان سهيان ما عم بيعرف شو عم بيصير من حوله، أخطاء بالجملة. اليوم بيتغير الجو المساء بمنطقتنا عند القارة الأمريكية، بيفيقوا من الصبح مواليد برج القوس مولعين مبسوطين وطاير عقلهم. الجو إذا يتغير لصالحك ابتداء من 4 بعد ظهر بتوقيت بيروت، ولكن بخط كتير كبير كونوا حذرين اذا كنتوا من مواليد 29 30 نوفمبر 1-2 ديسمبر. ليش؟ لانه كوكب المريخ حتى ولو القمر ببرجكم كوكب المريخ يجذب attract trouble مشاكل حوادث، فكونوا حذرين جدا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي حاول تخلص قبل الاربعاء بعد الظهر بتوقيت بيروت اذا بدك نتيجه، وقال لعمول حساب انت بتدخل بمرحله وراوحة مكان ما في جواب لإلك حتى الأحد صباحا. وبالتالي مولود برج الجدي معك من هلأ للأربعة بعد ظهر توقيت بيروت لتخلص آخر أشغالك المهمة يلي أنت مستعجل عليها. بعدين حاول أنه تقعد عائل تتضبضب شوي وما تاخد قرارات كبيرة وما تعرض كتافك. الأقل حظا 27 ل 29 ديسمبر 10-11 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو. بالنسبة لمولود برج الدلو الجو عندك بيصير أفضل شوي شوي، بناسبك كتير هالطاقة الانرجي من القمر يلي بيكون ببرج القوس تنسجم معك، بتغنجك، بتعطيك حرية، بتعطيك المزيد من الحرية. ابتداء من الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت فقط لا غير، من هلأ لوقتها الجو بعده متطلب، بعده على الرسمي، بعدك على الرسمي، بدك تتقنى، بدك تكون بيرفكت. وبعد الساعة 4 تقريبا الامور صارت فري وصارت كاجوال. الاكثر حظا مواليد 14 ل 18 شباط فبراير. برج الحوت. مولود برج الحوت النوعية الوقت اليوم حلوة
فقط للساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت، وحتى قبل الأربعة بكم دقيقة. من بعد الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت تدخل بمرحلة ما رح أقول معقدة لكنها صعبة، صعبة تتشابك فيها الأمور، ما بتعود تعرف شو، ما بتعود تلحق. كل تليفونه بيوصل لك من 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 مسألة معينة، كل الأمور بتضغط عليك، في مسؤولية وفي واجب وفي أداء بدك تقدمه، مش بس إنه عم ناخد تليفونات. يعني ما رح تسترجي تطفي التليفون يعني من هالنوع، لأنك إذا طفيت التليفونات أو استغيبت أو تمرضت مشكلة، ففي داخل على فترة ما فيك تهرب منها، والفترة ضعيفة وصعبة، بدك تكون قبضاي، بدك تكون محضر حالك. وبالتالي ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر مولود برج الحوت بدك تستنفر، بدك تكون متأهب لتعمل كل شيء، بدك تعمل كل شيء لكن بطريقة ممتازة. فشو شو بدك تعمل؟ الأقل حظاً 3-4 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة مهمة، هيدي سنة بتعطيك حقك، لكن تاخد هالحق لما انت بتكون متمكن من شغلك. بدك تحط عناوين عريضة او عنوان واحد مهم جدا لهالسنة لانك تقدر توصل له. سنة كتير مهمة بتبقى بتتذكرها بعدين. شباط فبراير، حزيران، يونيو واكتوبر هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة، ابراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات لما بتكون معنا، وشوفي خليكن معنا.